ترديد النجم الفرنسي جوميز في بداية المباراة للنشيد الوطني للمملكة العربية السعودية، أعطونا اللقطة شباب نشوفها. خلينا نشوف الفيديو، خلينا نشوف. طيب اعطيني الفيديو بس من البدايه، لما كان الصوت او الصوره على جوميز هو في النشيد الوطني للمملكه العربيه السعوديه. نبغى نوقف عند هالنقطه ونحكي عنها لان لها ابعاد كثيره. اول شيء انه هذا الموضوع بدون الصوت، اعطيني بس الصوره. اول شيء يؤكد هذا الامر ياخذنا الى ثلاث امور. الامر الاول يؤكد ان بلدنا هذا عظيم بقادته وشعبه، وأنه إحنا جالسين نرسم اليوم ونعكس معنى التعايش الحقيقي في هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية. الأمر الثاني العمل الاحترافي والأمانة والمصداقية وحسن التعامل والبيئة الحسنة تخلق اليوم عند النجم والمحترف الأجنبي في ناديك شيء من ثقافة الانتماء والحب والتقدير، ويعكس هذا الأمر إلى لاعبين نجوم آخرين في خارج المملكة العربية السعودية. الأمر الثالث جوميز ما فاجأنا اليوم هو يردد النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية. الفرنسي نفسه سبق وأن ارتدى قميص المنتخب السعودي في مهمة للأخضر في فترة ماضية وحفز كل الجماهير ودعاهم للدعم والمساندة. ترديده للنشيد الوطني اليوم وفاء من النجم الفرنسي جوميز تجاه المملكة العربية السعودية بلا شك. بالضبط، وغير أنه كمان اليوم كل عاداتنا وتقاليدنا اليوم يتناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيه. جوميز لاعب مختلف ونجم مختلف حتى في تعاطيه اليوم مع السوشيال ميديا والإعلام حتى لو كان التقليدي، وهذا يؤكد بأن كرة القدم اليوم ما هي فقط عملية تسجيل أهداف أو تحقيق بطولات، هي تصدير ثقافة بلد عظيم اسمها المملكة العربية السعودية لكل دول العالم وأيضا البلاد اللي هم ينتمون لها، ويؤكد المعنى الحقيقي لمعنى التعايش.